ده سور مجرى العيون، ودي منطقة أثرية معروفة في مصر، كتير يعرفوها لكن ربما ما يعرفوش وظيفتها الأساسية. السور ده أنشأه صلاح الدين الأيوبي وتم تطويره في عهد السلطان ناصر ابن قلاوون، وكمان السلطان قنصوة الغوري حط بصمته في تطوير وترميم هذا السور. السور ده بيبدأ من هنا، دي اسمها برج المأخذ، وده وظيفته انه ياخذ مياه النيل العذبه من هنا منطقه قم الخليج في وسط العاصمه المصريه، وترتفع هذه المياه عن طريق السواقي الى اعلى هذا السور، وتسير المياه في شكل منتظم الى ان تصل هذه المياه العذبه الى قلعه صلاح الدين، وهي دي الوظيفه الاساسيه لهذا السور، توفير مورد مياه مؤمن للقلعة اللي هي مقر الحكم. وهنا فوق برج المأخذ بنشوف السوائي اللي كانت بترفع المياه علشان تتجمع هنا في هذا الحوض الرئيسي، وبعدين المياه تتخذ مسارها إلى أن تصل إلى قلعة صلاح الدين فوق هذه الأسوار. ولو تأملنا مجرى المياه فوق سور مجرى العيون هنجد ان هذا المجرى مصمم بشكل منحني علشان يدي المية قوة دفع لحد ما تصل الى قلعة صلاح الدين، وهذا السور بيقل ارتفاعه تدريجيا علشان تصل المية بسهولة الى القلعة. بيبدأ السور بارتفاع 18 متر وبينتهي بارتفاع 3 متر. وبيستمد سور مجرى العيون اهميته من انه أول محاولة مكتملة لإيصال المياه إلى قلعة صلاح الدين باستخدام تقنيات ربما كانت جديدة في هذا العصر.